رضا ولد الشينوية كيمتهن الدعارة منذ زمان وغيتربوا في واحد العائلة اللي تبناتو واللي كيمارسوا السحر والليلات والشعوذة والدعارة. وأم ولد الشينوية قوادة معروفة في الدار البيضاء منذ بداية التسعينات، والحاجة الشينوية ما خلت لا موسم ولا شي ليلة فيها الشرك والشياطين والذبيحة إلا ولمشت لها في مختلف مناطق المغرب. إذن فالأم تاع ولد الشينوية غالبا لعبت دور في إنتاج واحد مثلي اسمه رضا. هذا الأخير مباشرة بعد ما تطرد من الإمارات غادي يلتحق بالميدان تاع السوشيال ميديا صوتا وصورة بعد ما كان ما تيبانش بوجهه، والغاية هو استقطاب القاصرين والقاصرات عن طريق الطمع، خاصة أنه كيتوفر على ممتلكات عقارية لزابارتومو أفخم السيارات تلبس 40-50 مليون ديال الذهب غير في يديه ومن نوع الممتاز. هذا الشيء اللي خلى مجموعة من القاصرين، مجموعة من الشابات، الفتيات، المراهقات، كلهم باغيين يكونوا ثروة أو يحسنوا الوضع ديالهم الاجتماعي. وهذا النقطة ما مساهمش فيها غير ولد الشينوية، فحتى دوك المؤثرات والمصممات نتاع الأزياء ومعهم مغنيات اللي كتبان عليهم النعمة في ظرف قليل عن طريق اليوتيوب أو السوشيال ميديا. وكما بينت في اللايف السابق فهذيك غير واجهة باش كيتم استقطاب رجال أعمال يتمارسوا معهم الدعارة بمئات الملايين تاع السنتيمات، وناهيك على تقواديت وغسيل الأموال والبيع والشراء في الأمور اللي هي مشينة جدا وكيعاقب عليها القانون. وهنا غنفتحوا النقطة نتاع رضا ولد الشينوية وكيفاش كان كيدي البنات للإمارات باش يستغلهم في التجار بالبشر. أولا عن طريق الخداع، خاصة الفقيرات منهم واللي ما كيكونش عندهم باش يخلصوا الطيارة وباش يخلصوا ديك الإقامة تاع السياحة اللي فيها 3 أشهر وباش يصرف على ريوسهم اللي يكونوا في الامارات. فهنا تفاديا باش هاد البنات ماشي غير يوصلوا تما ويهربوا للسي ولد الشينوية كيضطر باش يشد واحد الشيك فيه ضمانه ديال 5 مليون حتى 10 تاع المليون، والضامن ماشي البنت اللي كتمشي للامارات وانما الام ديال البنت اللي غتمشي للامارات واللي كتسيني شيك فيه 10 مليون 5 مليون. رضا ولد الشينوية تيقول لهم بان هذه هي المصاريف نتاع الطائره وديال الماكله والشراب باش ندي لك بنتك. وهنا البنت مي كتمشي تما وكتلقى داك الواقع المر اللي فيه الدعاره، وماشي غير الدعاره اللي ربما غيكون كيصارحهم بها وانما الاستعباد. فالبنت الى ما كملاتش مع رضا ولد الشينوية او هربات فكتولي بين نار، انه غيمشي يدفع داك الشيك ديال الام ديالها وبالتالي غيتخليها امها الى السجن بتهمه اصدار شيكات بدون رصيد. الخطير كذلك كما ادعت المسمات لبنى ابي دار، كاين بنات اللي تصفات لهم جسديا ولحد الان مازال ما بانوش، والعائلات نتاعهم خاصهم يمشيو يبحثوا ويبلغوا رجال الشرطه حول مصير بناتهم اللي اختفوا في الامارات او في الخليج، لان هناك شبهه تصفيه جسديه. وكتعرفوا كاين جوج تاع الحالات، كاين حاله نتاع وئام الدحماني وواحد البنت اللي ماتت في البحرين قالوا انها حرقا، كما انه هناك شابات اللي توفوا بفعل الإجهاض. وحسب لبنى أبي دار فكيتعطاهم واحد 3 حتى 4 تاع الفانيدات، كيتباعوا في لي فارماسيين تاع الروماتيزم أو شيء من هذا القبيل، فكيتناولوا دوك 4 تاع الفانيدات وماشي عن طريق الفم وإنما عن طريق الدبر، ومن بعد تيبقاو يضربوها في القدم حتى كيسيل الدم، وملي كتمشي للحمام كتلقى هبط لها اللحم ديال الجنين. طبعا هادو بخصوص البنات اللي تيحملوا عن طريق الدعاره اللي تيكونوا عنده في الشقه اللي كريها لهم وكيستغل فيهم. وهنا خاص فتح قوس والف قوس على البنات اللي تيموتوا وما كيرجعوش. صراحه ما كرهناش هذا نداء لشي ام او اخت او اخ اختو مشات الامارات اما عن طريق هاد ولد الشينوية او عن طريق شخص اخر وما رجعاتش، او قيل لهم انها ماتت وتوفات ودفنوها تما. وهذا الشيء يعني بان هناك عصابه كبيره، عصابه نتاع المافيا، لان باش نوليو لهاد الامور ديال القتيله والذبيحه فهنا خاص الى جانب الفرقه الوطنيه تكون حتى الفرقه نتاع البسيج واللي كتكافح العصابات العابره للقارات. وغنرجعوا القضيه ديال الشيك اللي كيكون على سبيل الضمان، اللي كتكون الام ديال
الضحيه هي اللي عاطيه الرقبه ديالها لولد الشينويه اللي تيقول لهم بانه هذه مصاريف نتاع الشركه، لانه تيقول لهم باللي غتمشي بنتكم تخدم في شركه، وملي كتمشي البنت كتلقى ما كاين لا شركه ولا بريكه، واللي كاين هو الضعاره، وبالتالي كتولي تخدم بزز منها في هذا الميدان. وهنا كنتكلموا على الالاف نتاع الضحايا. وطبعا هذا الشيء بعد ما رضا ولد الشينويه ما بقاوش يقنعوه البنات اللي كان كيتلاقاهم في الكباريهات وفي الليالي الحمراء، فغيحاول يوسع النشاط نتاعو باش يشمل قواده المغنيات والفنانات ما بين قوسين هما عاهرات، لان هؤلاء تضرب وراهم قرمومه صحيحه شويه مقارنه مع بنت يجيبها من الكباري او يجيبها مشي بنت الدرب. وقلنا لكم بان هناك عصابه من ما يسمون بالمؤثرات والمغنيات وحتى هما ممثلات تيمشيو للخليج دايرين واحد الجروب فيما بعضياتهم، وكل وحده كطيح على شي رجل اعمال او شي امير خليجي الا وكتقود لها صاحبتها الاخرى، وبهذه الطريقه كيكونوا الثروه نتاعهم كيبقاو يشريو دوك السكان ديال 30 مليون صباط داير 15 مليون سلاسل ديال الذهب وغير ذلك. كما انه ملي تيطلب منه شي خليجي او رجل اعمال معروف عنده الحبة بخصوص انه باغي ليه يجيب ليه شي ممثلة كتعجبو او مغنية باغي يمارس معها، فهنا ولد الشينوية كيمشي كيحاول يتقرب منها. وهنا غادي نحطو عدة علامات استفهام حول دوك المغنيات والفنانات اللي كان كيبان معهم هاد ولد اليابانية. فملي كيتقرب منهم كيقول لهم ان فلان ابن فلان سواء كان خليجيا او عربيا باللي عجباته وباغي يقصر معها شي ليلة. وهنا كنتكلموا على مقابل مادي كيوصل ل 20 30 40 50 مليون لليله الواحده. فشكون هاد المغنيه الا ما كانش عندها ضمير او ما عندهاش مبدا غادي ترفض هذا القدر المالي المهم اللي هي فيها غاديه ناشطه ومفيشطه مع راسها وكتضرب احسن القراعي ديال الطاسة. وهما معروفات كيتناولوا هادشي نتاع الفنانين باش تيجهلوا في دوك الليالي الملاح وباش تيمارسوا تقريبا نفس الممارسات اللي ربما شفتوا في داك الفيلم ديال الزين اللي فيك نتاع ابي دار. بالاضافه فحتى الى شي مغنيه رفضات او عارفه غادي ترفض انها تمشي تقصر مع داك اللي بغاها، فهنا تيحاول يقنعها بلي انها غتمشي لواحد الحفله فقط من اجل الغناء، يعني كيتم استدراجها لعل وعسى يمارسوا عليها او يقدمها كطبق من ذهب لذاك الخليجي او رجل الاعمال كيفما كانت الجنسيه نتاعو. تحياتي لك خويا العميد. بالنسبه للام الشينوية، أنا بالحكم ولد مدينة مكناس في ديك 2010-2011 كنا باقيين صغار، كنا كنطلعوا للموسم ديال سيدي علي، يعني كنتفرجوا، يعني دائما كنت كنشوف شي أليبوك قبل ما يبان هادشي ديال اليوتيوب، كنت كنشوف ولد الشينوية، تنشوف الأم ديالو تما، يعني دائما باستمرار أخي العميد، حتى يعني صافي كبرنا قطعت يعني داك يعني القطع ما بقيناش نمشيو لتمايا يعني، ومن بعد بان في اليوتيوب وانا كنت كنشوف الميرا قبل ما يكون في اليوتيوب، راه كنا كنشوفوا راه كيعرفوا الناس ديال مكناس والمناطق المجاوره لسيدي علي اللي كانوا تاهما كيهبطوا يشوفوا الموسم راه كان كلشي. واخا سيدي انس بغيت نعرف شنو الطقوس اللي كانت كانت معروس الام ديال ولد الشينويه طقوس مكناس اش كانت كتجي دير تما؟ وبالنسبه لهما العائله ديال هاد الشينويه يعني كيكونوا تما كيهبطوا هديه للحفره، وحنا كنعرفوا اي واحد كيهبط هديه للحفره تيكونوا كيديروا يمارسوا الشهوه، لان علاش كيهبطوا ديك الهديه؟ حيت كيكون بينهم واحد العقد هما والجين او هذا او دوك يعني، وكيعطيهم باش يبداو يجيبوا لهم الهديه. داكشي باش كتشوف دائما في كل موسم خصهم يمشيو يهبطوا ديك الهديه ويعني وكيديروا دوك الامور ودوك الطقوس. وحنا توقفوا كنشوفوا هاد الامور هذه واخا نقطه باش نفهموا. اوكي دابا في سيدي علي كتكون طقوس مغايره على سيدي علي. اوكي دابا نهضروا على سيدي علي، يعني داكشي بحكم انك كنتي شتي بعينك هاد الام ولد الشينويه كتمشي تما، ما معنى الحفره؟ سمعت قلتي الحفره. الحفره هي ديك الحفره ديال لهم عيشه اللي كيهبطوا لها وكيذبحوا الذبيحه، كيكون داك الذبيحه باسم ديال داك الجنيه او الجني اللي كيهديوا له ديك الهديه، يعني
يعني وراه كتعرف بالطقوس هذو اللي كيتقاموا، هو طقوس شركيه. وراه كما سمعنا مؤخرا طلعوا دراري ولاد سيدي علي اللي كيكونوا تما نتفكرنا هما كيديروا الكزاره، يعني وراه تكلموا على ام الشي هذا ولد الشينويه ولد الشينويه والطقوس اللي كيمارس تما اخي الامين، وراه اكثرهم راه شتي هما راه كاين ليه العدد كبير منهم من مختلف المدن المغربيه اللي كتلقاهم تما في الشاكله ديال داك ولد الشينويه والشاكله ديال ولد الشينويه، ناس اللي هما متخلفين، ناس اللي ما كيعرفوش بينهم وبين الله وكيديروا دوك الطقوس الشركيه، واللي كنتمنوا من السلطات انها تحيد علينا هذا الموسم هذا لانه موسم اللي كيمس بينا احنا كمسلمين. كيفاش على الشكل تاع ولد الشينوي؟ يعني ولد الشينوي كيتقال عليه انه شاد جنسي ولا مثلي؟ اوكي. وسبحان الله كتشوف اخي العميد هاد الناس اللي كيديروا هاد الطقوس هادي في السبيع كتلقاهم دراري وزعما وشباب، وريني كتلقاه داير بحال البنت وداير الذوبات وداير، يعني كتشوف هاد المثليين هادو هما اللي كيامنوا بهاد الطقوس هادي اللي كتشوفهم تما. واخا دونك هاد المثليين يعني كيحجوا من اي منطقه واقيله في المغرب تيجيو تما تيمارسوا هاد الطقوس. قلتي كاين واحد الحفره سميتها عيشه، كما قلت لك بيبيع اللي كيجمع المغرب كامل برمته. الا جيتي جوج باركات كبارين كتلقاهم عامرين، ما تلقاش فين ستاسيوني الماتريكول، غتلقى الماتريكول مختلفه من جميع المدن اللي طيح لك في البال غتلقاها تما، وجميع اللهجات المغربيه تلقاها تما في هذا الموسم هذا. واخا كتكون تجاره اللي شغل، كتكون تجاره محركه، كلشي كيبيع ويشري تما، كتكون يعني الحركه الاقتصاديه كتكون محركه اخي، لا ترونسبور لا الناس اللي كيبيعوا ويشري ولا الكزاره اللي بغينا تعطينا داك الشيء بشكل تدريجي كتكون محركه. اوكي بغينا نشوف هاد الطقوس من البدايه حتى النهايه، يعني شحال من يوم يعني كيكون تما؟ اما بالنسبه للناس ديال المنطقه هما الناس منطقه مساكن العام كامل ما عندهم حتى نشاط كيقوموا به، يعني عندهم هذا الموسم اللي كيسقط يعني بحكم داك الحفره وداك السيد ديال سدهم على اللي كاين تما، يعني كيجيو كيديروا الطقوس. الناس كيكريو البيوت ديالهم كيكريو ديورهم كيوليو يشتغلوا تما في ذاك الموسم، يعني هذاك هو السيرفر ديال دوك الناس. اما الناس اللي كيجيو اللي كيديروا الشعوذه بمختلف الاشكال ديالها اخي العام. اوكي سي انس، دونك بغينا نعرفوا يعني من النهار الاول حتى ما عرفش شحال 7 ايام ولا 6 ايام شحال جلسوا تما، يعني شنو بدايه تاع الطقوس شنو النهايه تاع الطقوس، في وسط الطقوس شنو كاين، واش كاين هناك شذوذ جنسي، واش كاين هناك يعني وانا بالنسبه للطقوس اللي كتقام في المسرف المولد النبوي نهار المولد النبوي اللي كتكون في الشيخ الكامل في مدينه مكناس، هذه كتكون طقوس عاوتاني ديال الغرب، كيجيو الغرب من نواحي سيدي سليمان الغرب وهذا كيجيو وكيجيو باش كيديروا دوك في ذاك النهار ذاك الصباح تيجيو كيبداو يتحيروا، هما غاديين وكيتحيروا في واحد المسافه ديال 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر حتى كيوصلوا للشيخ الكامل، وكيرميو لهم الناس الشديان كيبداو يفرسوا فيهم. هادشي راه كاين فيديوهات في اليوتيوب يمكن لك تدخل ودير غير الشيخ الكامل وغادي تشوف شنو الطقوس اللي كيديروا يفرسوا. دونك هناك ميزانيات كبيره تصرف على هادشي، ما كاينش فيها هذا ما كاين نعم يعني ميزانيات كبار، ما كاينش فيها هذا ولد الشينويه. واخا ولد الشينويه نوصلوا ليه الام ديالو اللي قلتي حتى هي كتكون تما، فيعني ناس كبار يعني ناس اغنياء اثرياء وربما مسؤولين كبار في الدوله كيمشيو كيمارسوا مثل هاد يعني هاد الشعوذه وهاد التخربيقات. نعم كاينين الناس اللي هما لاباس اليوم هما اللي كيتقوا بهاد الشعوذه، علاش؟ لان الفقراء نقولوا حتى الفقراء راه كيتمشوا يعني ماشي بهذا المقياس انه بغى يهبط هديه 8 مليون 7 مليون ضروبات يهبط يعني واحد يعني شي حوايج زرع بيتي يهبط الطبق عامر بالخبز الصغار، يعني المهم عاد زيد عليها الفرق بحال حماد شاع يساوى، يعني كتلقى يعني من مختلف قناوه يعني كتلقى هديه مهبط فيها السخ ديال الاموال، وهذه الهديه هذه ملي كتلقى هو راه مهبطها هازين على شي ناس اخرين اللي ما غيقدوش يهبطوا يهبطوا ديك الهديه، كينوبوا عليهم هما وكيهبطوا ديك الهديه، حيت انا كما قلت لك واحد السيده كان
نشوفوها تمايا قال لك بان لما هي الرش ما انها كتقبض من عند الناس اللي هما لاباس عليهم هذا كتكلف لهم كتبلهم الهديه ديك الطقوس وكتصور سيدي واحد وكتعطيهم كاملين هذه قطع عنده 6 اللي قطع عنده 5 هادشي ما يروش سيدي علي لان راه كتشوفني كتكون سيدي علي يروج مواضيع عده تمايا اختي الامير وراه كيكونوا السلطه تمايا الدرك الملكي كتكون يعني كيكون واحد الفارق كبير ديال يعني باش يكون واحد التدخل في الا كان شي حاجه واخا نمشيو يعني كيكون الامن تيكون كلشي الصحه تما كيكون الهلال الاحمر اوكي واخا نمشيو للممارسات اللي سمعنا انها يعني الله يستر وصافي الدراري قصار تيجيبوهم تيزوجوهم بدري ولا براجل يعني واحد النوعيه نتاع الشذوذ واحد الممارسات اللي في شكل واخي العميد حنا كنشوفوا حنا ملي كنكونوا تما كنتفرجوا في هذا راه كاين تما هاد الهديات اللي كيهبطوا كيكونوا قياط عاوتاني اللي فيهم هي الناس اللي هي تا عاوتاني فيهم حمات فيهم هادو يعني كتكون الفرجه في كل القياط كتقطر تما كتشوف الهديه ملي كتكون هابطه كتشوف دري ومغطينه بليزار يعني كيغطيوه بليزار وكيهبطوه ما كتشوفش لوجه ديالو يعني كيتقام الطقوس بحال اللي غادي يرجع مشعوذ كيدير دوك الطقوس كيهبط الطبق كيما قالت يعني هذا يعني اللي كيما قالوا في الفيديو ترى هذا الشيء اخي الان أوكي أوكي. اي واحد في ديك المنطقه او مدينه مكناس سولتي غادي يعاود لك على هذا الطقوس اللي كنشوفو يعني كيما غتسول شي واحد على شي منطقه ديالو غيكون عارف شنو ما يروجوا فيها اخي العامل واخا دابا باش كتقطع بالسيارات اللي كيجيو من مدن مختلفه الطريق السيارات تكون عاوتاني ممتلئه فهذاك يعني كيكون واحد الرواج لمدينه مكناس ولهاد المنطقه اوكي اوكي فهمنا ولكن يعني باش يكون مشروع باش يصنعوا واحد مشعويد خصو يكون مثلي كيدوزوا ليزار كيهبطوه مع فديك الحفره ولا شنو كي مع الراجل ديالو كيقولوا العريس نتاعو ولا ما نعرف شنو دونك بحال جوج لي واطيين كيتزوجوا وزيدوا من بعد وبالنسبه لاخي العميد راه كتشوف حتى في اليوتيوب دابا اللي كيديروا هذا الشيء اللي كيقول لك بانهم انا شريف وكيطلع وتيبدا يدير هذا الشيء التشعويذ ما كطلعتش انهم مثليين اخي العميد يعني دابا التخصص تاع الشعوذه نسبه كبيره تاع المثليين وراه الا جيتي لهذا السيدي اللي غتلقى اغلبيه كتلقى تمايا المثليين هما اللي كيديروا هذا الشيء اخي العميد راه هما المثليين اما الطفيليات راه خص حتى الدوله ديالنا تسليم مع الطفيليات راه كيشوهوا البلاد وكيوصفوا البلاد وخا دابا هاد الممارسات اللي كداروا هاد الشيء راه خصنا نساليو مع اخي العميد دونك نتوما هذه مده كتسمعوا على ان ام ولد الشينويه وولد الشينويه تيكونوا تما في مكناس تيكونوا راه سمعتي داك بدر المكناسي داك القزار اللي ديال اللي كيكون سيدي علي اللي طلع وقال لهم وراه عطاه جوج ديور اللي كيكونوا ساكنين فيها وراه عطاه المشكل اللي وقع لهم في اخر الموسم اللي كان وقع راك سمعتي وقيله داك الفيديو داك اللايف اخي العام لا ما استنتجتش ولكن اكمل راه اكد على فين كتكون ساكنه الام ديالو وفين كتكون وفين كيكون ساكن هو اما هو معروف هو داك الشيء اللي تيمارس داك الطقوس ديال الشيء هو معروف اما بالنسبه لهذا الشيء ديال اللي تفجر عليه ديال التجاره وداك الشيء الله اعلم يعني اللي عنده معطيات راه دلا بهم في ديك القناه ديال شوف ولكن الام ديالو معروفه بالدعاره الام نتاعو معروفه بالقواده والدعاره وانا ما نقدرش نجزم في هذا الشيء اخي العميد انا ما كنعرفش دوك الناس زعما انا بحكم انا اللي كنشوفهم في ذاك الموسم ملي كنت قلت لك في 2010 2011 يعني هما دائما باستمرار كيكونوا تما في كل موسم لان الطقوس هذه ضروري كل عام في الصوم يجيو تما يعني بزاف الناس اللي مبليين بهذا الطقوس في الصوم ضروري يجيو يديروا هذا الطقوس ديال الشعوذه في هذا السيدي علي باش يهبطوا زياره لواحد الحفره علاش تهبط داك غتهبط داك الشيء من اجل الدين راه من اجل داك الشيء ديال الاعمال الشيطانيه اللي كيطلب منكم يعني الشيطان والجن هذا هو اللي كاين اخي العامل هذا الشيء راه معروف وراه لا دخلتي درتي سيدي علي كيما واخا سمعنا تيكونوا شخصيات واخا سمعنا تيكونوا شخصيات معروفين يعني فنانه ربما صحافه ربما محاش برلمانيين اخي العامل انا بدون ما غنجبد نذكر الاسم ديال الفنان او فنان يعني تسمى استمرار كنا كنشوفوا
بون يعني وفنا ما يعني شعبيين للاسف يعني حتى هما كيجيو تما ما ما يعني كتشوف بزاف ديال الناس القوية العامين اللي كيامنوا بهذا الشيء خصنا نستنيو منه. هاد الطقوس هادي ما هي طقوس؟ ما عندنا لا في الدين ما هاد الطقوس شيطانية باش نجيو نيشان راه اللي كيمشي لسيدي عليه هذيك طقوس شيطانية تما راه ما كاينش اللي يقول لك الحال ولا هاد الشيء راه ما كاين لا فيه لا حال ولا هذا التخلف والتشعويد وهاد الشيء راه ما خصوش يكون. حنا دولة إسلامية ومسلمين وكنقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله راه ملي كدير هاد الطقوس هادي راه تشرك بالله راه كتشرك بالله هذا هو اللي كاين. شكرا أنس نخليك معايا.